معك يخاف من المدونة، لأن المدونة أعطت حقوق المرأة أكثر من حقوق الرجال. يعني بالنسبة للراجل ما يمكنش ليه يتزوج في هذه الحالة، وفي حالة أخرى ربما كتكون الظروف المادية ما كتساعدوش، وتا الصالير ديالو كيكون ماشي ملائم باش يتزوج. ربما كنظن بأن الهروب من المسؤولية، حتى الإنسان ما كيقدش على المسؤولية، أنه مولف أنه كيكون حر ديال راسو، وانه ملي كيتزوج يقول لك انا التزام مسؤوليه مصاريف هذه اللهم حيت ما بقاتش الثقه اصلا. بعدا هي الاولى الدراري بزاف، ما كاين بعد النبات المراه كتزوج ما كتيقص راجلها، هذا هو المشكل اللي تيكون بيناتهم، و تيديروا الاولاد عادي يوصلوا محاكم وطلاقوا ولا حيت السكن، هذا هو المهم كاع السكن اللي ما تيكونش. كنعرف ناس من الدوام من الدواوير عندنا كيتهربوا من المسؤوليه ديال الزواج على اساس ان هناك تخوفات تطرح بعد الزواج بين الزوجه والام ديالو، ورغم وجود موارد ماديه وسكنيه اللي كتخليه يعيش عيشه مزيانه، ولكن هناك تخوفات من المشاكل. الدراري عندهم واحد ان اكزومبل، واحد المثال، كتعيشوا يعني عدد من العائلات وعدد من الاباء والزوجات كيعيشوا هذه المشاكل، دونك الدراري راهم كيشوفوا كيعيشوا في هذا الميليو سوسيال، دونك اكوا با باش غادي يتزوج الى ديجا اون ايماج دوفون لوي، علاش غادي يتزوج؟ الشاب ملي كيوصل لواحد السن ديال الزواج وكيشوف قدامه واحد المصائب كتوقع، واحد قلة الحياء، والبنات من كل جهة، واللي هضر معاها مشات معاه، واللي كيقول ربما إذا بقيت نقب على الزوجة اللي غادي تكون صالحة وموجودة وتكون بنت الناس وخدامة في نفس الوقت باش تعاوني على المعيشة محاش نلقاها. كيبقى دائما عنده هو ديك الشك وديك بان ما يمكنش في وسط هذا القوم على ان كاينه شي بنت دارهم، بنت الناس اللي ممكن تصون الاسره ديالو وتكون مت وليداتو. تنظن ان هذا كيكون يمكن خوف بقوة اللي تيسمعوا المشاكل وكثرة بحال كطلاق وداك الشيء، هادشي تنظن انايا خوف. اما الحمد لله كلشي مزيان، زعما كما تقولوا الحياه الزوجيه فيها المشاكل، فيها الحياه الزوينه، فيها الحاجات الخايبه، هو تبقى مساله صبر وصافي. من 2009 تزوجت والمراه ما بغاتش تسكن معايا في السكن ديالي الشخصي، رفضات ورفعت نفقه ديال 2009 2014، تم الحز على المعاش ديالي والاعتقال ديالي شهرين الحبس، وانا تركي متقاعد تنصور 64 فري كلها ما تنشد منها والو، ودابا الزواج كله يقدر دابا يتزوج من بعد ما وصلوا لهاد المساطير، وصلوا لهاد المساعده، هذه مساعده تساعد المراه باش تخرج عن النطاق الشرعيه. هذا خطا اللي كيدير هذه القضيه، كيخطا ان الزواج حتى هو راه من السنه ديال السنن الفرديه، والانسان لما تزوجش راه بحال ما كاين حتى شي حاجه، يعني الانسان خصو يتزوج ما حدو باقي صغير، لان متفت عليه الفتره راه صافي. دابا هذا عنده امكانيات، عنده الدار، عنده العمل، وما باغيش يتزوج راه ما عنده حتى شي مشكل، هذا خصو يتزوج في الحقيقه، خصوصا لا وصل لواحد لاج اللي خصو يتزوج بها.